لكن السؤال الاستكشافي الأول في هذه الفقرة، هل أنت راض كمسؤول عن الاستثمار في مصر عن دورك ودور الوزارة، وحققت ما كنت تصبو إليه، والاستثمار في مصر اتحط مناخ جيد ليه، ولا شايف ان لسه قدامنا شويتين؟ خليني استأذنك خير بيه، أبدأ بخبرين حلو هما صدروا النهاردة. جميل. الأول، هناك مؤتمر لإقليم الصعيد العشر محافظات يوم 11 و12 سبتمبر القادم. فين؟ هيبقى في البحر الأحمر. رائع. غدا الجمعة. طب لا كلمنا عن المؤتمرين الأول، اديني الخبر كامل. ما لا ما هو ده نفس الخبر. غدا الجمعة هو أول اجتماع لإطلاق المؤتمر بين العشر محافظين، وبين أربعة من زملائنا الوزراء موجودين الساعة 2 بكرة إن شاء الله في البحر الأحمر. في البحر الأحمر يعني أنت الصبح رايح البحر إن شاء الله بإذن الله. فده فيما يخص التفكير الاستراتيجي. المؤتمر ده الهدف منه إيه؟ معلش، المؤتمر ده الهدف يعني منه هو ترويج الاستثمارات في الصعيد، بالأخص بعد صدور الحوافز والمزايا اللي صدرت في قانون الاستثمار الخاصة بتشجيع المناطق الحدودية والأكثر احتياجا للتنمية والصعيد. كويس. لأنه في حزمة من الحوافز مطروحة فقط للصعيد، لأنه القصة لما هنرجع للصعيد بالذات كمنطقة هامة جدا في مصر، دائما كل الرؤساء على مر العصور الماضية كانوا بيقولوا نحن مهتمين جدا بالصعيد، هندي اهتمام كامل للصعيد. هل هذا كان حقيقي او غير حقيقي؟ لا، كان حقيقي كنية، ولكن لم يكن هناك آلية. تمام. الآلية بتتحط دايما بالقوانين. الآلية دي وجدت في القانون ليه؟ لانه انا لو هروح النهاردة اعمل مصنع في الصعيد، يبقى حضرتك خلي بالك اعمله احسن في مدينة السادات، او اعمله احسن في العاشر من رمضان، او اعمله احسن في اكتوبر. ليه؟ لانه عندي تكلفة نقل، تكلفة عمالة، تدريب، بنية اساسية افضل في هذه المناطق. وبالتالي النهاردة احنا قلنا طيب انا خليك تروح هناك، هحسب لك معدل عائد داخلي على الاستثمار بتاعك، وهبتدي ادي شوية حوافز ادخلها عن النموذج المالي، ولاقي ان معدل عائد الاستثمار بتاعي هناك اعلى، يبقى انت هتروح هناك. تمام. يبقى لازم تتحط بآلية في القانون. واحد، انت بتشغل عمالة، فهدفع لك التأمينات، حصتك في التأمينات، حصة صاحب العمل في التأمينات عن العامل هدفعها لك انا كحكومة. رفعت عنه جزء، يبقى ادي جزء بيدخل فيه التكلفة. اتنين، انت بتعمل بنية اساسية كاملة لمصنعك، اعملها هرجعها لك على 10 سنوات، او هرجع لك جزء منها على 10 سنوات، كل سنة هرجع لك جزء منها على 10 سنوات. ازاي؟ بإعفاءات ضريبية ولا بإيه؟ لا لا، برجع له جزء من التكلفة اللي صرفها في البنية الاساسية. هتديها له فلوس؟ ما هو انا المفروض كنت بعمل البنيه الاساسيه كلها، تسلم له بالبنيه الاساسيه، فانت اللي هتدفع له تمام. المفروض كنت بعملها كلها، يروح يلاقي البنيه الاساسيه معموله. تمام. هو هيروح يعملها، فانا هرجع له فلوس على 10 سنوات. ادي 2. 3، وده مهم جدا، ان هناك هتلاقي الاراضي الصناعيه هديها لك حق انتفاع طويل الاجل بتكلفه منخفضه جدا. لو انا باخد النهارده بقى في العاشر من رمضان، مدينه السادات، 6 اكتوبر، هذه المدن الصناعيه اللي اعتدنا على سماعها، انت بتدي له هنا حق انتفاع ولا تمليك؟ هروح اخد 20,000 متر، 10,000 متر، هدفع في 1000 جنيه المتر، رقم كبير جدا، يبقى استثماره كبير جدا، فالعائد على استثماره هيبقى اللي هناك بقول له لا، الارض الصناعيه ايه؟ بحق انتفاع بسيط جدا على مدى 25 سنه وتجدد ل 25 سنه اخرى. كويس. اذا هذا الكلام احتواه القانون علشان تشجيع انواع معينه من الصناعات والمناطق. المناطق الأكثر احتياجا، المناطق الأولى بالتنمية، الصعيد والمناطق الحدودية، والصناعات اللي إن شاء الله هتعمق الصناعة المصرية وتبدأ من أول المادة الخام لحد المنتج النهائي. كويس. ده فيما يخص الخبر الأول. الخبر الثاني، الحمد لله النهاردة مصر أغلقت السند الدولاري الأول ليها بعد عودة 6 سنوات من الغياب عن الأسواق الدولية. السند حصل عليه إقبال شديد، الإقبال كان 4.5 مليار دولار، السند كان بمليار ونص دولار، تم الإغلاق اليوم وتم التحويل اليوم.